بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أيها إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع الدرس الثالث من دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي. في هذه الحلقة أتناول الشرح والمعنى الحقيقي للكنز المذموم والإثم الذي يلحق مانعي الزكاة. قال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في معنى هذه الآية في فتح الباري لشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رحمه الله عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر في فقال أعرابي لسيدنا عبد الله بن عمر: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر: معناها من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. وإنما كان هذا قبل أن تنزل آية الزكاة، يعني بمعنى أن تنزل فرضية الزكاة. فلما نزلت يعني آية الزكاة جعلها الله طهرة للأموال. إذا في الكنز المذموم من خلال هذه الآية عند جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والعلماء، الكنز المذموم هو الكنز الذي يجمع ولا يؤدى أو لا تؤدى زكاته، بمعنى أن صاحبه يجمع المال ويكدسه ولا يؤدي زكاته. فإذا أدى صاحب الكنز زكاته فلا إثم عليه، ولو بلغ كنزه ما بلغ، لو بلغ الملايير، لو بلغت يعني لو أمواله أو كنزه الملايير فلا إثم عليه ما دام أنه أخرج منه زكاته. إذن في الآية قول الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هي يعني وعيد لمن منع الزكاة ولم يؤدي يعني حق الله فيها، وعيد لمن منع الزكاة لا على خصوص الكنز، بمعنى الذي يكنزه هذا لا شيء عليه، لا حرج عليه ما دام انه يؤدي زكاته. الكنز يعني محمود، لكن المطلوب هو ان يؤدي هذا صاحب الكنز ان يخرج منه حق الله. وحجتهم في ذلك في هذا الحديث، اي في حديث الاعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الحجه في ذلك هو حديث الاعرابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت. عد له الاركان الاسلام الخمس. قال هذا الاعرابي: هل عالي غيرها؟ قال: لا، الا ان تتطوع. فادبر الاعرابي يعني ذهب وهو يقول: والله لا ازيد على هذا ولا انقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: افلح ان صدق. قصه في صحيح مسلم. وخالف في ذلك ابو ذر الغفاري، خالف الصحابه رضوان الله عليهم، فكان ابو ذر يذهب في المال مذهب الزهدي. يعني يقول على داعيه لجمع المال، يعني بمعنى انه كان يفضل ان يكتفي الانسان بقوته وسد حاجته، وكان رضي الله عنه كان يذم جمع المال وكنزه. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر في روايه عن شداد بن اوس قال: كان ابو ذر يسمع الحديث فيه الشده ثم يخرج الى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة، بمعنى أنه كان يخرج إلى قومه فيخبرهم بالحديث بشدته، لكن لا يبقى ليسمع الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ما ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه كما قال ابن حجر يكون يعني منسوخا، أي نسخ ولم يسمع أبو ذر النسخة. إثم نقطة أخرى، إثم مانع الزكاة. في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، أي يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. إذا هذا مثال لوعيد شديد وتغليظ تجاه المتهاونين في دفع الزكاة، لأن كثير من الناس يهتمون بأركان الإسلام الأخرى غير الزكاة، يهتمون بالحج، تراهم يحجون مرات ويعتمرون، وتراهم يصومون رمضان ويصومون 6 أيام من شوال ويصومون التطوع، وتراهم يصلون النافلة بعد الفريضة، لكن الكثير منهم من هؤلاء هم في غفلة عن الزكاة، كأنه ليس من أهل الزكاة، بمعنى أنه تمضي الأعوام وتمضي السنوات الطوال وهو يملك مالا، يملك كنزا، وهو يعني ويملك النصاب، بمعنى النصاب ديال، ولا يشعر في ذلك ولا يؤدي يعني زكاته، وسيحاسب عنها يوم القيامة، والخاسر هنا هو الفقير. إذا هذا ما يتعلق في هذه الحلقة بالكنز المذموم والإثم الذي يلحق مانع الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب